السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في درسنا عن برنامج الوورد في كلمة باللون الأحمر، تمام، وفي كلمة عليها تحت خط، شوفوا، أو تحت الكلمة خط، تمام، وفي كلمة عندنا باللون البنفسجي، وفي كلمة مظللة باللون الأحمر، وفي كلمة خطها كبير، وفي كلمة خطها مختلف، وفي كلمة باللون الأزرق. طيب، أنا حاب أني أحذف أي كلمة باللون الأحمر، أي كلمة هنا موجودة باللون الأحمر أني أقوم بأحذفها، تمام، أروح لم كلمة استبدال، تمام، بعدين المزيد، بعدين تنسيق خط. طيب، أي شيء باللون الأحمر طال عمرك احذفه، أي شيء باللون الأحمر احذفه، نقول موافق، بعدين استبدال الكل، يقول استبدل اثنين اللي هي هذه، تمام، والكلمة الثانية ما أدري وشي، تمام. طيب، أي كلمة باللون البنفسجي استبدلها أو أزلها، مثلا أي كلمة مثلا باللون البنفسجي هنا استبدلها مثلا بكلمة كحل، مثلا كحل، أي كلمة باللون البنفسجي بدلها إلى كحل. طيب، أي كلمة خطها كبير مقاسة كم؟ 28، كما نلاحظ هنا، أزلة أو شلة، أي خط كبير حجمه 28 قم بإزالته، حط استبدل الكل، تمام، يقول استبدلنا كلمة مدري وشي، خلينا نشوف نتأكد، أي كتابة، ها، أي كتابة حجمها كبير، ها، استبدلها طال عمرك، ها، حط استبدال، يقول استبدل، بس ما أدري شو ورا ما استبدل ذي. المهم، أي كلمة فيها الخط هذا، تمام، استبدله، اللي هو الخط المختلف، تمام، قم باستبداله أو إزالته مثلا، تنسيق خط، بعدين مثلا هنا شلون أحط بلا دقيقة، لغاء الأمر مثلا. طيب، نحط بحث مثلا عن كلمة ريق مثلا، جاني خلاص الحين بيسوي الانفورمات مثل، تمام، هذه نحذفها ريق، تمام، بعدين نقول له خط، نقول له وينه، اصبر، تنسيق خط، أي كلمة بالخط هذا، هو وش الخط، شنو الخط أصلا، دقيقة، المس، طيب، أي كلمة بالخط هذا، المس، احذفها طال عمرك، استبدال، وراء، يلا شكلي ما حطيته صح، يمكن اكسترا بولد،
اس ام اس خط اكسترا بولد هذه تمام. استبدلها اي كلمة الخط هذا استبدله. وين هي هذه ولا اللي تحتها اكسترا؟ اي معليش استبدلها. شوفوا الخط راح اللي قبل شوي. طيب طال عمرك اي كلمة باللون هذا نقدر نحذفه. اي شيء يعني انت بالك ممكن ان نحذفه. بس شلون اصير يعني مثل ما تقول يعني هنا مثلا خلني احذف هذه. ايه بس اقوم بحذف الشيء. طيب واقول مثلا مقاسه مثلا كم احنا قلنا 28 نقول له اوكي. لا بحث عن هي. ها ما يجي وراه. هذه نحذفها هذه نحذفها. بعدين نقول مثلا باللون الأزرق موافق. هنا شوف لون أزرق خط. لا يا ابن الحلال ابي فورمات الحين. شو نسوي شلون نسوي الفورمات؟ شلون قلنا حنا نسوي فورمات؟ ها نبحث عن اي كلمة مثلا. هنا مثلا نكتب به مثلا. خلاص بعدين نحذفها به ما تلزمنا. يعني تعتبر كأنها فورمات يعني. فنحذفها. اي خط باللون الازرق طال عمرك احذفه. وينه وينه بالخط الازرق احذفه. نقول استبدال. لا مو بازرق غامق. هذا ازرق شكله فاتح ولا شيء. يمكن هذا ولا اها استبدال وراه. هذا. طيب لون التسطير. والله يا اني قسم بالله ضايع. حاط تسطير انا وحاط شيء سوي فورمات تقريبا يعني نفس الفورمات. بعدين هنا تنسيق خط اللون الخط هذا. اي كلمة شوف الحين هات تنحذف الحين او اني استبدلها على حسب اللي تبي. شوف راحت. طيب اي كلمة فيها خط. شفت الخط هذا اللي بالوسط ده هذا قهرني. اي كلمة تمام لازم الحين نسوي فورمات ولا شو نسوي الحين. المهم نغير اللون نحطه تلقائي نفس اللي كان اسود تمام. هذا مش لون اقدر احذف اسوي له فورمات او شيء. ها يتوسطه خط. ايوه يتوسطه خط ولا تحته خط. نقدر نحذف الخط اللي تحت. خلينا نشوف استبدال. ايوه حذف لي والله كفو والله حذفها. شفتوا هذه كانت قبل والحين بعد ما حذفها. المهم انك تقدر تحذف لون وخط تمام وحجم. لون وخط وحجم اللي تبي. وش تبي بس مرة احنا نسوي لك يعني مدلعينك الوورد. شكرا لكم.